العمال مشي والنادي بقى فيه مزبله، واللي عايز يخش يخش، واللي عايز يبطل يرجع يبطل تاني، والمدير الفني مشي عشان مرتبه وكله ماشي. خلي الوزير يبقى فرحان هو ومحمود الخطيب. فكرت بروسيا لما كان فيه، بالتالي كانت اسمها روسيا الاتحاد السوفيتي، ها لما جه جرباتشوف، اسمه جرباتشوف، خلص عليه وفتته بقى ست دول، وامريكا بقت الدوله العظمى. بعد ما كنا بنقول للاهلي راس براس، وصلنا لمرحله عيل اسمه عادل البيعي يقول انا مع الزمالك الزملكاويه، محدش عمل له حاجه. خالد مرتجي يقول انا مع الزمالك الزملكاويه، محدش عمل له حاجه. في ليه؟ عشان هم طمنوا. رئيس النادي اتحبس، رئيس النادي اتعزل. اشكركم، احنا اعضاء عاملين في النادي تحت امر النادي في اي وقت. واقول لكم تاني، مسؤوليتي وفي رقبتي الاربع ملفات يروحوا الفيفا ويروحوا الكاس ان شاء الله. شكرا.